يلجأ الكثير من طلاب المدارس والجامعات بمختلف مراحلها خلال فترة الاختبارات النهائية إلى الاعتماد على الملخصات والمذاكرات اللي تكون عادة مختصرة واللي قد تتوفر في أغلب المكتبات ومراكز التصوير المختلفة، متجاهلين ما يشتمل عليه محتوى الكتاب الأساسي المدرسي من تطبيقات وتمارين وأنشطة متنوعة تحقق الأهداف المنشودة التي رسمتها وزارة التعليم. طبعا الطلاب يعتبرونها الوسيلة الأسهل للنجاح، فهل هذه الملخصات تنهي صعوبة الكتاب المدرسي أو الجامعي؟ للحديث أكثر في هذا الموضوع معنا نرحب في الاستوديو بضيفتنا وفاء الباز، مستشارة بيركمان الدولية في التنمية البشرية والتوجيه المهني. حياك الله أستاذة وفاء. أهلا وسهلا، حياكم الله. يا هلا وسهلا، مساكم الله بالخير جميعا. أستاذة وفاء، بداية خلينا نتكلم عن الملخصات تحديدا والمذاكرات اللي نقول أنها مختصرة للطلاب، وإيش فائدتها؟ من وجهة نظري الشخصية أنها غير مفيدة. نعم. أنا في اعتقادي أنه يعني إحنا قاعد نعالج الغلط بغلط ثاني. نعم. الكتاب أعتقد، يمكن أنا ماني يعني ما أقدر أقول، وجهة نظري. نعم. وجهة نظري أن الكتاب يحتوي على معلومات أكثر من اللازم. فلذلك الطلاب إيش يسوون، وحتى المعلمين يلجؤون لأنهم يعملون المختصرات هذه. أو يعني ما يعودون الطالب على القراءة، يحاولون يحسسونه أنه مو لازم تقرأ الكتاب. فالطالب في يدهم، يعني هو بيسمع كلامهم. يعني أنا لو برجع للوراء وأتذكر نفسي أنا لما كنت صغيرة، كنا نرمي الكتب آخر السنة. لا بس كنا نقرأ، كنا ما في شيء اسمه عندنا ملخصات، ما كان موجود. أنا على زمني ما كان ملخصات، الكتاب من الجلدة للجلدة، والغث والسمين اللي موجود في الكتاب حتختبري فيه أو حتذكري كله. الآن إحنا نقول، أنا في وجهة نظري من ناحية تربوية، أنه مش لازم الكتاب يكون بهذا الكم وهذه الكثافة، خلوه يحتوي على المعلومات الأساسية. صح. أعرف شيء كويس ولا أعرف مليون شيء على كذا الماشي يعني. صحيح. عشان ما نرجع لهذا الموضوع، للمسألة الملخصات. صحيح. يعني هم الآن الطلاب أو المعلمين يبغون يفكون رأسهم من وجع الرأس، يقومون يسوون القصة هذه حقت الملخصات. ما هو طالما أستاذة وفاء أنت كمعلم مستاء أنه الكتاب مرة كثير ويحتوي على معلومات ممكن ما تفيد الطالب، وأنت تبغى تأخذ مثلا أجزاء معينة، ما حرام. إحنا ممكن مثلا نتكلم أنه هذا في البداية، في الأخير غلطة مين؟ وزارة التعليم. إيه؟ لما تجي تطبع كتاب من الجلدة للجلدة على أساس بس أنا كمعلم راح أعطي أو أناقش 14 من أصل 20 درس. ايوه، اللي انا شايفهم معلومات حيويه، معلومات حيويه هتفيده حتى بالتدريبات. يعني انا اتذكر معلماتي، خاصه معلمه ماده النحو يعني الله يذكرها بالخير، كنا ايام المراجعه نراجع التدريبات اللي موجوده في الكتاب. هنا في معلم بيستفيد من الكتاب كامل. انا على وقت ما كان عندنا ملخصات، لكن لو ابغى اتكلم عن الاثار الايجابيه في هذا الترخيص من للطلاب، بلس الاثار السلبيه، انه انا طفل في مدرسه للاسف الشديد كذا انه ما يحترم الكتاب. في ناس تجيك تشقق الكتب، شيء مره تشقق الكتب وتاخذ. صح. بس مثلا الدروس اللي هي معاها تدبسها مع بعض. صح. او تروح تسويها تطبعها في مكتبه تصير كتاب خلاص، زي ما نزم ايام الجامعه. فايش الاثار السلبيه من انه انا للاسف الشديد انشئ جيل لا يحترم الكتاب، لا يحترم الكتاب. بالإضافة إلى الأثر الإيجابي أنه أنا أعطيك بس هذه الأشياء البسيطة اللي تذاكرها لاختبارك. يا الله، المشكلة مرة كبيرة وعويصة. أنا في اعتقادي أولا أننا إحنا لازم نربي الأولاد على حب القراءة، أن القراءة قيمة عليا، أن الكتاب شيء مقدس وثمين. إحنا المفروض الكتاب يا نقرأه، إذا ما قرأناه نعطي أحد غيرنا يقرأه. صح. صح. ليش أرميه وليش أشقه وليش. صح. أتصرف فيه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، طريقة وضع أسئلة الامتحانات ترى يبغى لها ذكاء وفن. أنا أقدر أخلي الطلاب يدرسون من الكتاب وأعطيهم امتحانات ما تخليهم يعتمدون على الكتاب كمصدر وحيد للمعلومة. صحيح. الأسلوب التفكير، لما أنمي عند الطلاب أساليب التفكير المتنوعة، في كثير أساليب تفكير، التفكير الناقد، التفكير التحليلي، التفكير المنطقي، التفكير الإبداعي، في كثير أساليب للتفكير. أقدر أعتبر كتاب مصدر معلومة ولكن ليس المصدر الوحيد. صح. وأقدر أسوي نوعية أسئلة واختبارات تنمي عندهم مهارات التفكير المتنوعة، مش فقط مهارة الحفظ والتلقين. إحنا في الاختبارات حقتنا أسلوب الأسئلة كله يخاطب مهارة الذاكرة فقط. صح. اللي هي تعتبر أبسط ترى مهاراتنا. طب أسئلتنا زمان، أنت تكلمتي عن كتب زمان، نحن ما كنا نلخص، بس أسئلتنا زمان كيف كانت؟
يعني أنا يعني شوف بقيس على نفسي، أنا يمكن علموني مجموعة من المعلمات المتنوعات عرب وسعوديات، وأدين لهم في الفضل. يعني كان عندنا الله يذكرنا وياها بالخير معلمة رياضيات من دولة عربية، كانت تعطينا، شايفة التمارين اللي تيجي وراء الشابتر أو الفصل حق الرياضيات، مثلا يجي وراء، أتذكر ما أنساها، 27 تمرين، تقول لنا كله واجب. كنت أقول لها 27 تمرين يا أستاذة فردوس؟ كلهم كله واجب؟ أقول لها 6-7 كلهم زي بعض، معليش أعطينا واحد منهم. فتقول لا، عشان هي التمرين يساعد يشغل المخ. طيب الآن لما كبرت صرت أقدر الجهد اللي كانت تطلبه مننا. يعني حتى المواد الحفظية، أنا أتذكر كان في كثير معلمات من جد، يعني أنا ما أدري، ممكن أنا متعلمة ما أعرف، يعني كان حتى معلمات مثلا يعطوك السؤال، يمكن السؤال سطرين 3 سطور في المدرسة بتكلم، مش في الجامعة، تقعد تفكر السؤال مقسوم، يطلع أنك تجاوبي على 3 بارتيات في السؤال الواحد. السؤال المركب على فكرة هذه من أسوأ الأسئلة تعتبر. أنا أقول لك ليش، إحنا الآن لما نجي نسوي، يعني ترى إحنا أخذنا، أذكر أنا أخذت لما كنت معلمة، أنا في وقت من الأوقات كنت معلمة يعني، فكانوا أعطونا كورس أنه كيف نصيغ الأسئلة، أسئلة الاختبارات الذكية، من يعني أنت ما تتفذلك على الطالب، ما في داعي تعطيله أسئلة مركبة. لا هو شغل مخه ممكن، بس لا تتوهه، بس بالضبط لا تتوهه، لا تخلي الإجابة رقم 2 والإجابة رقم 3 معتمدين على بعض، لأنه هو ممكن يعني يعرف 2 لو كان عطيته لوحده أو 3 لوحده، بس ما عرف 1، فهو كذا خسر 3 كلهم مع بعض. أنا كنت أخسر، الله وكيلك يا أستاذة وفاء، كنت أخسر، كنت أنقص درجات على آخر شيء الجواب يساوي 5، حفظتها، صرت حياتي كلها يساوي 5 يساوي 5، هو أصلا ما يطلع يساوي رقم ثاني، يعني أنا ألف وهو في الأخير طلع يساوي 5، فأنا فضلت حفظتها، أسوي النتيجة أحلها كلها صح. أيوه. كنت فاشلة جدا في الرياضيات والفيزياء وهذه المواد كافي. فكنت أحل كل المسألة صح، يعني أوكي. أيوه. الأشياء اللي حفظتها أضبطها تمام وأطبق على المعادل، ولكن تعالى على الناتج. الله لا كالكوليتر نافع، حفلة فعلا حفلة. لا بس بالفعل المفروض أن صياغة الأسئلة تساهم في تنمية يعني قدرات الطلاب على الابتكار. صحيح. والإبداع. أذكر إحنا لما كنا في الجامعة كان عندنا اختبار، أنا تخصص إنجليزي، فكانوا معلماتنا لأنهم برضو جايين من بيئات متنوعة وكان عندنا أجانب وكذا، أعتقد أننا كنا محظوظين مقارنة بغيرنا من التخصصات. كان عندنا open book exam اللي هو اختبار الكتاب المفتوح. كانوا يضحكون علينا بنات الأقسام الثانية، إيش تروح تغشوا وترجعوا؟ لا مو اسمه إحنا نروح نغش ونرجع، هي تقول أنا أبغاكم تروحوا تقرأوا وترجعوا. صحيح. هي تعطينا سؤال أو سؤالين وتقول روح البيت، ترى على فكرة بعد 3 أيام تعالوا جيبوا لي الجواب. أصعب من أي اختبار من غير أي كتابة، نذكر نفس الشيء في الجامعة، في مراجع متنوعة ونروح المكتبة، هذا هو الاختبار الصح أنا في نظري. صحيح. اللي يخليني أبحث وأتقصى وأجمع معلومات وأربطها بطريقة منطقية بعض، وأجي أقول لك أنا فكرت كذا، أنا شفت كذا. صحيح. أنا رأيي كذا. نعم. المفروض كذا تكون الأسئلة في اعتقادي. صحيح. يعني. هو حلو إنه يدي فرصة للبحث في هذا الموضوع، بس خلينا نرجع لموضوع الملخصات شوي أستاذة وفاء. أنا بأمانة مع، لكن كيف؟ أوكي. لكن كيف يعني لما أقول إني أنا حكون عندي ملخص، أنا يعني أفضل الملخص الواحد يسويه بشكل شخصي، ما يروح ياخذها جاهزة. أيوة. عرفتي؟ أنا مثلا مع الكتب الإنشائية والدش اللي قاعد بينحط، المعلومة بتضيع، التعريف ما أعرف وين يعني أجمعه مع بعض. فبعد ما الواحد يخلص الفصل أو الوحدة أو اليونت، ممكن أنه هو يمسك ورقة وقلم ويعمل هو ملخص لنفسه. صح. بألوان، بأرقام، بالطريقة اللي تثبت فيه المعلومة. أحسن. أنا حس هذا هو الملخص. أيوه. الله يسعدك. والله هذا الكلام الصح. شوفي. أيوه. لما أنت اللي بتقرأي وأنت اللي بتلخصي وأنت اللي تطلعين في الأخير بخلاصة لفهمك أنت، هذا هو الصح. معناها أنت لازم تقرأين أساساً، انت ما حتقدرين تسوي ملخص وانت ما قريتي. ما اسوي اذا ما كان عندي معلومات. صحيح. اي بالضبط، وما يكون عندك فهم عام للفكره حقت الكتاب. الفهم، شوفي انا دائما اقول التدريس، المعلم الجيد اللي تطلعين من الدرس وانت فاهمه. بالضبط. قريتي الكتاب خير وبركه. ما قريتي حتى لو دخلتي الامتحان بدون الكتاب تقدرين تجيبين درجه النجاح ما دام انت فاهمه، لانه مستوى الفهم المفروض يكون جيد. والمعلومه اللي انت بتاخذها بالطريقه الصحيحه وتشرح لك خلينا نقول باحترافيه من قبل معلم جيد، واستخدم معاك وسائل تخاطب شخصيتك. أيوه. بالضبط. وهم كانوا يعلمونا، انا مثلا كنت اعمل زيك على فكره، كنت اقول لهم الكتاب اللي فيه خرابيش كثير. أيوه. هذا الكتاب اللي ذكرت فيه كثير. أيوه.
لما تلاقيه نظيف ادري اني مذاكرة على الماشي. بس الفكرة انه فعلا الملخص انا اللي اسويه معاك حق، لكن لما يجيني الملخص من برا والكلام اللي قالت عفوا عبير انه يشقون الكتاب وما ادري ايش يسوون، يعني جدا شيء مزعج. لازم كمان جزء من يعني من مهمة المعلم، ايوه انه نحترم الكتب، لما تخلصون لا تكبونها. اتذكر مين اللي كانوا يعملون لنا اياها في مدرسه من المدارس، كانوا ما يسلمونا شهاده الا لما نرجع الكتب حق السنه اللي فاتت، يعني كتبنا عشان ياخذوها يرسلوها للدول اللي ما عندهم. شكرا. لسه كنت راح اقول كده، لانه في جمعيات متخصصه انها تاخذ جمعيات خيريه في دول في افريقيا وما ترسلها للناس ما عندهم يعني اصلا. احنا الحمد لله اصلا انه عندنا يعني نعمه التعليم كمان، لازم نحترم الكتاب. انا بنتي الحين فهمتها انه لما انت بتوصلي الثانويه لازم يكون لك اختبار تقييم، فحترجع الكتب الابتدائيه، فمن الحين بتجمع. اوكي. طيب انا اشكر وجهك اليوم معنا يا استاذه وفاء، اكيد اتمنى لكل الطلاب انهم يعني يكون عندهم حصيله ممتازه من المعلومات وطريقه مناسبه انهم هم يستذكروا كل دروسهم، وباذن الله الله يوفقهم. شكرا. امين، الله يوفق اولادنا جميعا ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا مشاهدينا، حنطلع فاصل سريع لكن اكيد من بعده مكملين.